تعرفوا جميعا أن بلادنا كتمر هاد الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشية منا كمغاربة اللي ورثناها على آبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيت أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معانا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصة نكونوا مغاربة حرارة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ولا يسعنا إلا أن نكثر من الدعاء لله رب العالمين ونقول يا الله يا الله يا الله، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قولكم أمن فإن الخير منك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فإن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقير يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. فاللهم يا رب العالمين نور قلوبنا بذكرك، اللهم يا أكرم الأكرمين آنس أرواحنا بأنس محبتك، اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب، يا صارخ المكروبين ويا ملاذ المضطرين ويا أمان الخائفين ويا جار المستشيرين، يا دليل المتحيرين، يا هادي المضلين، يا راحم المذنبين ويا قابل التائبين، ويا مقيل العافرين ويا غياث المستغيثين، أغثنا أغثنا يا رب العالمين، أغثنا أغثنا يا رب العالمين. اللهم إنك أمرتنا بالاستغفار وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، وأمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين، اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شره وشر ما قبله وشر ما بعده، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم اكفِ لنا أمرنا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اقضِ لنا أمرنا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اقضِ لنا أمرنا كله
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إننا نتبرأ من حولنا ومن قوتنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. يا الله يا الله يا الله. اللهم فرج هم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين وشافي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم وارحم أمواتنا وأسكنهم جنات الفردوس أجمعين برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. وشفع فينا نبيك المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.